شلالة سعين حرودة. كان واحد السيد كاري عندنا، جابوا لينا كاري اخر من شهر جوج، جابوا لنا كاري اخر تخاصمنا مع داك الكاري على قبل هذاك، وهذاك بقى والكاري الاول خرج مدته 10 سنين، الكاري الاول هو عندي صافي. المهم بقى السيد يقول لك يجي متاخر بالليل، هو مشهور انا ما عارفاش شمكار وكيتعدى على الناس وداك الشيء. المهم بقى ساكن عندنا هذا مؤخرا شي هذا اللي وقع لي العافيه بشي سيمانه، تناقش انا وياه دار فيا البرغوت، دابا نوريكم الكوري ديالو، دار فيا الزبل ما تقبلتهاش، وليت كنقول يا خويا نقي نقي نقي، مابقاش كيجي هو كيصيفط ولادو صلح 11 الليل كيجي بعد كيجيبوا الماكله للبهيم. انا ما تقبلتش هذاك، احنا ماشي في هذاك الشيء، داك الحي اللي داك الشيء اللي بغا هو ما عندناش حنا هنا، حنا عندنا عائله شريفه عائله محترمه صافي. قالوا لي ولادي جاوا ولادي جريت عليهم، كنت متقوش تجيني في هذا الوقت، رجعوا بالماكله ديالهم مشاو عنده قالوا لي جابوا نضب على النجاس السبت اللي من ورا شعل فيه العافيه. هذا النجاس ديال من؟ ها؟ النجاس اللي بعديه ديالو، حيت هو كان كاري عندي غير النعاج ماشي العشوائي. انا غنوريه لكم كوري. كوري لا 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 ماشي ساكن كوري، كيبيت غير النعاج يجيبهم مع الساعه العشيه ويخرجهم مع الساعه 9 الصباح. كان كيخلصني في الوقت ديالي ما نديش تقليد، الوقت اللي تخاصمت ليه مع ولادي وجريت عليهم جابهم نضب على الناس السبت اللي من وراه. سبب الخصومه ديالك مع ولادي شنو هو؟ جريت عليهم. شنو كيجيو مع 11 الليل عاد كيبداو غوتو خالتي زهر، وحنا هنايا العائله ما كنبغيوش هذاك الشيء. علاش هما كيجيو في ديك 11 الليل؟ عاد كيجيبوا الماكله للنعجاس. باش يوكلوا ويجيبوا لهم ديك النجاره ديال الخضره، ولا فيا البرغوت، دابا نوريك الكوري، ولا فيا البرغوت. ملي جريت درت في ولادو مشاو قالوا لي جاب الغد جاب الهوندا بان النعجاس السبت اللي من وراه شعل فيه العافيه. مشات لي بهي مشى لي كوري ديال الدجاج. ما تقولش شعل فيك العافيه، وعاد داري على انه هو شعل العافيه. رجال دارك راه داروا البحث ديالهم، خداو واحد الفيديو واخا مضرق هو وجهه يعني الفورما وداك الشيء راه هو. كيفاش هاد الفيديو جا عندكم الكاميرا؟ لا الكاميرا ديال القهوه اللي شداتهم، حيت ما شعلش العافيه فيا هنا، شعل هنا وشعل في الشارع. دابا نوريه لك من العائله ديالنا الاخرى دور بين العافيه كامله. هنا راه كاين واحد الفيديو اللي كيوثق على ان في الوقت ديال العافيه راه كان واحد. هو هذاك. اوكي معاك. كاين في هذاك الوقت ديال العافيه. وخا من غير هاد الاضرار ديال العافيه في الكوري، واش حرق شي حاجه اخرى من غير الكوري؟ حرق لي دار امي، رزق امي، فلوس امي. 65 عام انا غنديك عندها، خرجتها هربت عريانه حفيانه، غتهضر معاك هي ماشي انا. هذه راه الدار ديالها كنعاود نبني فيها، راه دمرني، راه خلاني الله الله. شو البوطه ديال الدوله شنو دار ليه؟ راه 3 اللي كنفيق على العافيه شاده في امي، هربت ولدي عنده 18 سنه. ماتوا لي ثلاثة المعزات دارين ونعجة وكوري ديال الدجاج ورزق امي كامل، داك الشيء كامل، الاسد ديالها كامل مشى ضاع عليا، والله سبحانه وتعالى هو اللي يعوضوا لي. انا بغيت هذا الشيء، بغيت ياخذ الجزاء ديالو. واخا علمتوا رجال الدارك؟ مشيت حتى لحد جوج بنبيات طفوني، انا عندي تسجيل داك الشيء، سجلوا الحباب الله يخلف عليهم. مشيت حتى لحد العافيه شعلت فيا السبت مع جوج اونز، يعني قال لك هما جوج شعلت العافيه في الفيديو اللي شافوا. انا مشيت حتى لحد عند رجال الدارك سامعوا ليا، جلست مالك، قلت لهم انا في الاول مصدومه، قلت لهم قول لي فين من شكيتي، قلت لهم هاد الساعه ما شكيت في حد، وني انفوجيس جلست عرفت السيد اللي حرقني رجعت عندهم، قلت لهم اودي راه اللي حرقني وها اللي حرقني وها اللي حرقني وها اللي وقع لي وها اللي وقع لي. راه كاين فيديو كيوثق هذا الشيء هذا؟ لا راه الفيديو هما اللي خدوه. هما مشاو. رجال الدار خرجوا تصنتوا لي وخرجوا معايا وجوا صوروا البهايم وصوروا هذاك الشيء الحريق، صوروا دار امي، قال لي راه دارنا هذه، راه حنا اللي تحرقنا ماشي انت. صافي 20 يوم بقيت كنمشي عندهم، اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، قالوا لي هذا الشيء ماشي العافيه ماشي ديالنا ديال وكيل العام. قدمت شكايه للوكيل العام وتقدمت لواحد الجمعيه ديال الخلايا وعنف ضد النساء الله يجازيها بخير، كنحييها في هذا المنبر، استقبلتني مزيان وقدمت شكايه ديالها للجندارم، وانما باقي داك الشيء هو هذاك ولا كيهددني. دابا حاليا الدرك الملكي صيفطوك مع الوكيل العام. قالوا لي العافيه ما محسوب. قال لي ما محسوبش علينا. عند الوكيل العام اللي درتي الشكايه. نعم. صيفطوها للدارك الملكي باش يعاودوا البحث. اييه اليوم عيطت لي الاستاذه. الدارك الملكي ديال الشلالات. ديال الشلالات. عيطت لي الاستاذه اليوم الاربعاء مشيت عندها. الاستاذه. ديال الخليه وعنف ضد النساء.
استقبلتني اليوم ما قالت لي شوفي انا دابا راه خديت الدوسي ديالك من عندهم البحث ديالك ودابا انا غادي يعاودوا معاك بحث من جديد. صافي انا جيت البحث الاول الله اعلم مثلا داكشي ما عرفتش من بحث. المهم هي قالت لي بحال هكا قالت لي انا خديت التصريح ديالهم واني ما يخرجوا يعاودوا يديروا معاك بحث. واخا نعم دابا انت مشيتي عند الجندار ولا مشيتي لعندي؟ مشيت عندهم حتى لحد انا. اش قال؟ لا بلوراتي راه خلي دير الحد بلوراتي كاع كامل عاودتي رجعتي عندهم. صيفطتني هي عندهم ملي مشيت عند الجندارم قال لي تيجي يقولوا في المشروع ويعرفوا هذاك الانسان كيفاش داير. هانتوما اللي استقبلتوني شكرا لكم بزاف. كنتمنى سيدنا ونتمنى اي واحد يشوف هذه الحاله اللي فيها انا. راني انا وصلت لواحد الحاله ولا حول حسب فيه الله ونعم الوكيل فيه. انا ولا نقول لك دمرني وان الله غيعوضني ان شاء الله. الله كيقواني غيعوضني. رسالتك لمن كتوجهيها؟ نوجهها لمحمد السادس، نوجهها لحموشي، نوجهها للناس المسؤولين. هاد الحاله راه ما تبغيش العدوك، راه الاضراب بالنار. عندي فيديوهات كيفاش فقس الناس صورهم وعطاهم ليا. راه وريتك العافيه انت ما غاديش غتقول لي كيفاش شفقتي. راه فيقني الله سبحانه وتعالى بالشتا كتصب غنوض ندخل غير الخبز للبهيم، والخبز داخل داك الخبز اللي غندخل كيتقطع لي من المال المشروع. انا اللي كندير كنعطيهم داك الخير هو اللي وقف ليا وفيقني. فيقت امي، خرجت امي وولدي. شحال عمر الوالده ديالك؟ 65 عام. انا نديك عندها هايم كيدوز عليا هو ساكن هنا حدانا. انا نوريك العافيه الاخرى فين شاعله. هو كيدوز عليا يوميا. انا ممكن عقله راه كبيره، واحد 37 عام عنده ثلاثه ديال الاولاد اللي عنده. كيفاش هاد التهديد هذا كاين؟ هو من داك النوع اللي بغيت نقول لك حقار. هو من داك النوع اللي يشد بواحد يضربه. هو كيخدم في السوق هنايا، كيخدم في السوق ديال شلالات، كيتكرفس على الناس، كياخذ لهم صحه خصهم يخلصوه. يعني هو باين، هو باين. ورجال الدارك ما عارفينش هادشي؟ ايوا رجال الدارك راهم كيقول لك حنا غنديروا البحث ديالنا. مده شهر دابا وانا معاهم كيقول لك نديروا البحث ديالنا. التهديد هذا اللي كيهددك بلغتي به الجندار؟ قلتها لهم الجندار. يعني ما شغنقول لك ما شاء الله. شغنقول لك لا اله الا الله ما عندي ما غنقول لك. وراه الاجراءات شغل الناس. كنطلب من جندارم اي جندارم يخرج يدير البحث، اي مسؤول يخرج يدير البحث وغادي يستافد وغيعرف. انا اي حاجه قلتها انا موثقه عليها. هذاك الانسان هو اللي حرقني وتاكدت منه، هو اللي حرقني وهو اللي عندي معاه المشكل. دابا اللي كيسمع فيك شنو تقولي لهذا السيد؟ هذا السيد اللي كيحرقني كيدار لي الله غياخذ فيه الحق. حسطاني لا شاني، الله ياخذ فيه الحق. الله سبحانه وتعالى وجهته لله وبغيت الجزاء ديالي. بغيت باش نبرد باقا ما بردتش. حتى واحد الحاله دار ليا راه مني بقيت للطروط بقيت عريانه. راه الناس المانط اللي جابوهم ليا ما بقاش عندي حتى باش نتغطى. الفراش الناس اللي جابوا لي بشهود الناس، كاينين الناس اللي غديروا معاهم استجواب بغا يقولوا لكم اللي كاين. ما بقاش عندي الجهد باش نهضر. سير عند امي هي تقول لك اللي قسم الله. شكرا لكم بزاف، وشكرا لكل المسؤولين والطاقم التقني اللي غيساعدني. شكرا لكم.